أعتقد تطمينة كبيرة زي ما قالوا الأستاذ نبيل والأستاذ عصام لجماهير الأهلي على معسكر الفريق في النمسا. لكن في نبأ عاجل، صحيفة عكاظ السعودية بتعلن عن وصول النجم العالمي محمد صلاح غدا إلى المملكة العربية السعودية. دي التويتة اللي نشرتها عكاظ على حسابها، إنه يصل على طائرة خاصة غدا إلى السعودية تمهيدا للانتقال إلى اتحاد جدة السعودي الفرعون إلى دور السعودي. هل ده تم بالفعل؟ إيه تفاصيله؟ إيه كواليسه؟ إيه حقيقته؟ نروح للزميل العزيز والصديق الأستاذ علي مسعود، مسؤول التحرير في صحيفة مكة السعودية، عشان يطلعنا على حقيقة هذا الخبر العاجل وما يدور في الدور السعودي اللي الحقيقة بقى جاذب لكل نجوم العالم. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وتحيات الأستاذ نبيل المعلمي والأستاذ عصام شلتوت، وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. أستاذ علي، عكاظ بتقول لك نبأ عاجل وصول صلاح غدا، واحنا شفنا على مدار اليومين اللي فاتوا الشرق الأوسط وعكاظ والرياضية وقناة السعودية الرياضية تأكيدات بوصول صلاح، وفي الجانب الآخر نفي من الجارديان ومن كل الصحف البريطانية وتمسك الإنجليز بصلاح، واحنا هنا ما بين منقسمين بين هذا النافي وذاك المؤكد، أنت عندك إيه؟ واضح بالفعل ان الصفقه حسمت ووفقا طبعا لعكاظ، وعكاظ طبعا الصحيفه لها مكانتها في السعوديه، واعتقد ان هي لن تغامر بمصداقيتها بالطريقه انك تعلن بان صلاح هيصل مساء بكره بطياره خاصه الا اذا كان في حاجه مؤكده. طبعا توقيع رسمي لسه لم يعلن من احد الطرفين، وزي ما حضرتك تفضلت في ان الجانب الانجليزي بينفي والجانب السعودي بيؤكد. انا عايز اقول لحضرتك بس النهارده الصبح صحيفة الرياضية قالت برضو خبر مرتبط باللي قالت عكاظ دلوقتي، قالت ان صلاح وافق رسمي على العرض، وانه اشترط فقط موافقة يورجن كلوب وموافقة ليفربول، لانه قال ان انا ما عنديش استعداد ادفع الشهر في الجزاء ده وفقا لي ووكيل اعماله. الرياضية نفسها قالت ان ليفربول موافق برضو، لكن بيناور للحصول على اعلى سعر، ان هو لغايه الساعه 11 بالليل من مساء اليوم اللي هو اخر وقت قبل اغلاق البركاتو الصيفي في اوروبا النهارده الساعه 12 بالليل، انه هيوافق هيحاول يضغط بكل ما يملك للحصول النادي ومالكه الانجليزي على اعلى سعر ممكن، لان طبعا من المعروف انه اعلن قبل كام يوم كده ان الاتحاد جده عارض 150 مليون استرليني للنادي الانجليزي، منها 100 مليون هتدفع و50 مليون عباره عن مكافآت وتدفع بعد كده. فواضح ان الصفقه حسمت بالفعل، وان صلاح في طريقه للدوري السعودي، وهينضم طبعا لكوكبه كبيره جدا من النجوم، وهي يعني هيقدم اضافه كبيره في اتحاد جده اللي لسه ما زال حتى بعد صلاح بيبحث عن راموس في اللي هو لاعب ريال مدريد الشهير، وعنده فرصه يجيب لاعب ثاني اجنبي غير صلاح، لان كما زي ما حضرتك عارف ان الدوري السعودي بيسمح بمشاركه 8 اجانب، والاتحاد ما زال يامل ما زال اقل الانديه الاربعه اللي اشتراهم او اللي هم مسؤول عنهم الصندوق السيادي السعودي ما زال اقلهم تعاقدا حتى الان. طبعا الهلال الاول، يجي بعد الاهلي او النصر والاهلي ثم الاتحاد. لكن موضوع صلاح زي ما قلت لك رسمي، وقع رسمي من اي مصدر رسمي لم يعلن. كل المصادر اللي بتتحدث دلوقتي مصادر اعلاميه. مصادر اعلاميه بتؤكد بنسبه 99.9 في السعوديه الموضوع منتهي، في تسريب حصل من يومين ثلاثه على السوشيال ميديا. احد الاعلاميين المعروفين جدا في السعوديه اتصل على احمد كعكي رئيس نائب رئيس نادي الاتحاد، وما كانش قايل له انه بيصور يعني، وقال له موضوع صلاح عملته فيه، قال له يا ابويا وقعنا خلاص. وقعنا خلاص والموضوع بس في لحظاته الاخيره وهيعلن في وقته المفروض يعلن فيه. ده كل الموجود بالنسبه لموضوع صلاح. يعني واضح ان هم كانوا حاسمين المساله مع صلاح، والراجل قال لك وقع خلاص، لكن كان في الانتظار التاثير على ليفربول بقى واغراء الملاك للنادي الانجليزي. بالظبط، يبدو ان ده السيناريو، يبدو ان صلاح موافق. ويبدو ان صلاح بيؤكد على طول انه شرطه انه لازم موافقه يورجن كلوب وموافقه النادي رسمي، وهو ده اللي اجل اعلان الصفقه لغايه اخر لحظه
في غلق قبل غلق الميركاتو الصيفي بالنسبه لانجلترا وبالنسبه لكل الدوريات الاوروبيه. فيبدو ان ده اللي اجل حتى اعلان الصفقه لغايه دلوقتي. هم السعوديين كمان كانوا بياكدوا، كل الاعلاميين السعوديين وكل الصحف السعوديه كانت بتؤكد ان هي هتعلن في اللحظات الاخيره مع اغلاق الميركاتو الصيفي في انجلترا، وده فعلا الوقت المناسب ليها. وفيما يبدو كده ان الموضوع انتهى يعني خلاص. صلاح هيكون زي ما اتقال اغلى لاعب عربي وافريقي في التاريخ في انتقاله. هو صلاح بالنسبه اللي المبلغ اللي هيدفع لليفربول هيبقى في بالفعل اغلى لاعب في الدوري السعودي، اغلى لاعب يعني بالنسبه لرونالدو كريستيانو رونالدو. احنا بنتكلم على شقين، في شق متعلق بالنادي اللي هيدفعه للنادي الانتقالات، يعني مثلا على سبيل المثال كريم بنزيما اللي انتقل للاتحاد برضه نفس الاتحاد اللي جايب صلاح. الاتحاد خده كان لاعب حر يعني جه للاتحاد مجانا بالنسبه للنادي بتاعه، ما خدش منه حاجه. لكن ريال مدريد فبالنسبه هي بتحسب كده، بتحسب النادي هياخد قد ايه تكلفه الصفقه، هيدفع فيه اغلى لاعب هيتم التعاقد مع ناديه هو صلاح. لكن هيبقى طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه لرواتب اللعيبه هيبقى رونالدو هو الاغلى، لان عقد رونالدو فيه شرط انه حتى لو جه لاعب لازم عقده يزيد ليبقى هو اغلى لاعب في الملاعب السعوديه. اي حد تجيبوه انا اكون الاعلى. بالظبط. طبعا ممكن صلاح راتبه يتجاوز نيمار، يتجاوز كريم بنزيما، يتجاوز جوتي، لعيبه كتار جدا، جوتا، لعيبه كبار جدا موجودين في الدوري السعودي دلوقتي. صلاح هيبقى الراتب الثاني بعد كريستيانو رونالدو. لكن الهلال هيبقى هو اغلى نادي صرف على الميركاتو في العالم، مش كده؟ بالظبط بالظبط. النادي الهلال بيتصدر انديه العالم في الانفاق على الميركاتو. مليار 1,630,000,000 تبع صفقات النصر اللي بيجي في طبعا الهلال في العالم، واللي طبعا بالتاكيد في الدوري السعودي. النصر بيجي بعده في الدوري السعودي صارف السنه دي 630,000,000 على 7 صفقات. طبعا النصر لانه رونالدو جايبه من السنه اللي فاتت فالموضوع اخف شويه. الاهلي بعد كده اللي جايب رياض محرز وجايب لعيبه لعيبه كبار برضه صارف 530,000,000 جايب 7 صفقات. الاتحاد ما زال الاقل لغايه دلوقتي 320,000,000. وزي ما قلت يا استاذ ابراهيم ان السبب الرئيسي في ان الرقم بتاع الاتحاد مش كبير ان كريم بنزيما اللاعب رقم واحد اللي جه في الاتحاد اشتراه لاعب حر. لاعب حر. صلاح الامر يتاكد بكره مش كده؟ بشكل اكيد يعني من المؤكد ان وصول صلاح بكره لو وصل على طياره خاصه الموضوع هيبقى بالعالم يعني، يعني بكره هيصلي الجمعه في الحرم. مفروض يعني مفروض ان شاء الله. لا هم قالوا انه يصل مساء يعني في الفتره المسائيه يصل، ويفترض انه هيجي على دبي الكشف الطبي، وبيجي بعد كده على جده مدينه جده اللي هتشهد بعد كده طبعا كاس العالم للانديه، واللقاء ان شاء الله مرتقب في احتمالات كبيره ما بين الاهلي والاتحاد. عموما يا استاذ علي كل التوفيق، واعتقد الدوري السعودي عامل حاله كبيره جدا على مستوى العالم مش في المنطقه العربيه بس. بالتاكيد بالتاكيد احنا بنتكلم زي ما اتقال ان انت اجمالي الصفقات اللي انبرمتها الانديه السعوديه تتجاوز 3 مليار دولار او 3 مليار يورو تقريبا. اللي انت بتتكلم في ان انت العالم كله اصبح بيتكلم عنه، مدربين في الدوري الاوروبي، الموضوع الاتحاد الاوروبي نفسه، العالم كله بقى الموضوع مسبب ليه حاله من الجدل سواء بالسلب او الايجاب، وزاد من قيمه الموضوع ان الاتحاد السعودي لكره القدم تعاقد مع المدرب الايطالي ماتشيني من لسه من 3 4 ايام لتدريب المنتخب. السعوديه يعني داخله بتقلها بتصرف ضخه اموال كثيره جدا على سبيل الحصول على علامه الكامله في القوى الناعمه اللي هي كره القدم اللي اصبحت ليست مجرد حرفه بل هي صناعه كبيره واصبحت تمثل قيمه كبيره، بدليل ان هم يعني اتصور بالنسبه ليهم هم حاسين ان الجدل اللي مصار في العالم كله ده بيديهم احساس ان هم حققوا جزء كبير من الهدف اللي هم بيسعوا اليه، انك انت تلفت الانتباه تشد الانظار. ده اعتقد احد الاسباب الرئيسيه.
استاذ عصام كان عايز يسالك على حاجه يا استاذ علي. اتفضل يا استاذ عصام. يا ترى وجود محمد صلاح ضمن المنظومه باذن الله يعني ربنا وفقه وكان هو يعني اختياره، وبطبيعه الحال هيكون له يعني جماهيريه مش بس محمد صلاح فخر العرب، هل ده هيكون مؤثر بشكل او باخر على حصص الجماهير والتذاكر مباريات والموسميه منها وكذا بالنسبه للاتحاد الحسبه داخل فيها ده، ولا بس هو الفكره اللي قالها الاستاذ ابراهيم وهي انه الدوري السعودي يبقى محطه انظار صناع الكره في العالم؟ لا لا بالتاكيد كلام حضرتك يعني انت محق في الجانب الاول مليون في الميه، يعني انت جزء كبير من لفت الانظار هو وجود الجماهير، والدوري السعودي اصبح من الجماهير او المدرجات كامله العدد في المباريات الجولات الاربعه اللي اقيمت مع وجود النجوم الكبار دول اصبحت المدرجات كامله العدد، فما بالك بنجم العرب الاول، ما بالك بمحمد صلاح. المصريين اعتقد الكل عارف انهم بيتجاوزوا 2 مليون موجودين في السعوديه. طبعا في شغف كبير جدا عندهم بحضور بتتبع محمد صلاح في الملاعب زي ما هيشوفوا، يعني حتى لو كان في الاتحاد لغايه دلوقتي في 8 اجانب بالاضافه لطارق يعني حامد لسه ما زال التاسع، لسه ما زال رسمي موجود في القائمه ما اتشالش. كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، جوتا، رومارينيو، كوندانو، كانتاني، كانتي، فابينيو، جروهي، دول كلهم نجوم هيضاف ليهم لمحمد صلاح، يبقوا 10 اجانب في الاتحاد. لكن محمد صلاح ليه قيمه كبيره، محمد صلاح ليه قيمه جماهيريه كبيره جدا، يعني انا يعني لو السوشيال ميديا في السعوديه في الايام اللي فاتت دول محمد صلاح ترند، فيديوهات عماله تقول تعالى يا محمد عشان بكره في الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكره السعوديه، نيرمي جامد جدا، يعني عندهم امل ان محمد صلاح يلحق بمباراه بكره. يعني كان في مناشدات للجماهير ان عجل وتعالى عشان تلعب بكره. فمحمد صلاح قيمه مش قليله يعني. لا طبعا طبعا كيلي. انا قصدي وانت اكثر المتابعين يعني بحكم الشغل وطول الوقت انت من الجادين جدا، يعني هل سيكون هناك بالفعل مردود بقى يعني مدخول المباريات هيبقى بقدر هذه النجوم واخره ما هو مو صلاح؟ مؤكد انت ال 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 الكره في السعوديه اصبحت داخله في موضوع استثماري كبير جدا، ماشي؟ صحيح العائد في يعني احنا الانديه السعوديه بتاخد تقريبا كل نادي بياخد 90% من دخل المباراه اللي بتلعب على الارض، وال 10% بتروح للاتحاد الكوره وللجهات التنظيميه. صحيح. انت هيبقى ليه مردود كبير جدا على مداخيل نادي الاتحاد. مداخيل نادي الاتحاد دي في النهايه انت بتستثمر، انت جبت نجوم صارف عليهم قبل ما يجيب محمد صلاح كان صارف 320 مليون يورو. انت مع وجود محمد صلاح هتبقى اقتربت من مليار. انت من المؤكد انك حتى لو في السنه الاولى مش هتجيب المردود اللي هو اللي انت دفعته كله، لكن من المؤكد ان الحضور الجماهيري الاتحاد نادي كبير جدا جماهيريا يحظى بشعبيه كبيره جدا في غرب السعوديه في جده وفي منطقه مكه المكرمه، ولو يمكن اذا كان لم يكن الاتحاد بطل للدوري السنه اللي فاتت، الاتحاد هيبقى النادي الوحيد السنه دي اللي هيشارك في 5 بطولات منهم كاس العالم الانديه، يعني الاتحاد هو ممثل السعوديه او ممثل اسيا في كاس العالم الانديه. يعني كده محمد صلاح قد يواجه الاهلي في كاس العالم الانديه. مؤكد 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 طبعا. يعني لو القرعه جابت الاتحاد جده هيلعب مع اوكلاند سيتي، الفايز منه ما تتعمل قرعه بينه وبين الفرقتين التانيين مين اللي يواجه الاهلي؟ ده لقاء محتمل جدا جدا يعني بنسبه كبيره 90%. يعني ساعتها هنطالب محمد صلاح يلعب معانا. بالظبط. احنا اولى بيه. يعني طبعا الاهلي المفروض يتمنى دلوقتي الصفقه ما تكملش. لا هل تتوقع ان احنا ممكن نلاقي مفاجاه، نلاقي صلاح بكره يلعب ماتش اتحاد جده ضد الهلال؟ صعب جدا. لا 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 الله. ايه اللي صعب؟ لا صعب. لا احنا تعودنا ان مفيش حاجه صعبه. هو قادم من لعبه على فكره. هو جاهز. ما يعرفش التيم، ما يعرفش لعيبته، ما خدش جرعه تدريبيه. استاذ نبيل هيقولوا الكوره لغه على الكلام ده ضد اللي انت بتقوله ده المنطق. بس مين قال لك ان احنا في حاله منطق يعني؟ الكوره لعبه يعني لغه عالميه. لا لا وانت عارف كمان في كره القدم السعوديه هم رافعين شعار من السنه اللي فاتت
في لوجو كده بيقول لك المستحيل. أيوة. ليس سعودي. بالظبط. المستحيل ليس سعودي. بالظبط. ما تحكمش المنطق صحيح. دلوقتي. ايوه بس يعني الحق منشط عندكم بقى ان صلاح يقود الاتحاد ضد الهلال. ضد الهلال صح. بس ما اعتقدش هيبقى بنسبه كبيره يعني. ولو بالذهاب للملعب العالي مش هنروح بعيد يعني. المدرج ممكن يجي يحضر ماتش، ممكن يكون مفاجاه المدرجات، ممكن مش مفيش حاجه مستبعده يعني. صحيح مفاجاه الملعب سواء في المدرج او ضد المنطق انه يكون كمان في التشكيل الاساسي. بالظبط. لا يعني اكيد هيبقى في الملعب. أستاذ علي احنا شاكرين لحضرتك جدا وهنيئا لكم بهذا الدوري الملياري بقى. أنا اللي سعيد بتواجدي على قناة الملايين قناة النادي الأهلي وبوجودي مع أصدقائي الأعزاء وجودكم. شكرا جزيلا للصديق العزيز أستاذ علي مسعود مسؤول التحرير في جريدة مكة السعودية. مكالمة كانت